قلت له أنا الزكية بلشتي بحالي حيس بقوت أبويا عصرني وصار يرفسني رفس بويا مديده وسطرني وصار يشتمني الرجس بويا مديده وسطرني وصار يشتمني الرجس انا ترى متعمد اقرا لك بالهدوء لان الدمعه الحاره اللي تطلع مؤلمه يلا بس اعطوها حقها اعيد لك هالبيت البيت اللي وراه اصعب قلت له انا الزكية بلشتي بحالي حيس بقوت ابويا عصرني وصار يرفسني رفس ويا مديدة وسطرني وصار يشتمني الرجس من عصرني كسر ضلعي وطحت بويا على الأرض وسقط محسن من عصرني وشفت دمه على الأرض ولما شلت بيدي بس لقيت بلا نبوض مات ولدي مات ولدي مات ولدي من شفت جسمه حاولت لمه مغرق بدمه محسن نظرته بعد الولادة مباشرة يحمل الطفل يخلوه على صدر أمه بس شلون حالة فاطمة تقول بيدي حملته بصدري حضنته بعيني نظرته محسن بسكته فاطمة وصفينا المحسن شلون قالت ميت قبالي طفلي الغالي يا وحالي محسن حملته مغمض عيونه ساكن ونينه حمرة ايدينا محسن نظرته محسن نظرته محسن نظرته